فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وزعت التركة، تركة المتوفى، على الورثة، ومنهم ابنان لم يبلغا الحلم، هل يجوز النفقة عليهم من التركة علما أن راتب أبيهم متوقف؟ ليس لهما إلا ميراثهما، ينفق عليهما من ميراثهما ولا ينفق عليهم من التركة، لأن التركة صارت للورثة ونفقتهم ليست على الورثة. أدام لهم ميراث ينفق عليهم من ميراثهم، من نصيبهم. نعم.